يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب، إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب، فكيف تكون صلاته معهم مع العلم أنه لم يعلم أنهم يصلون العشاء مسبقا؟ المهم أنه يصلي ثلاث، سواء أدرك الرباعية من أولها أو من آخرها، يصلي المغرب ثلاثا. نعم.